بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ حسن الله عليك، ما حكم تعليق بعض الإعلانات للحج والعمرة داخل المساجد؟ لا يجوز أن تعلق الإعلانات للحج والعمرة داخل المساجد، لأن غالب الذين يأخذون هذه الرحلات يقصدون الكسب المالي، فيكون هذا نوع من التجارة. لكن بدلا من أن تكون في المسجد تكون عند باب المسجد من الخارج. نعم.